بونجور، اليوم 22 حزيران، المسيرة رقم 13. مسيرتنا اليوم كتير مميزة لأنه أبونا بيير جاي يشاركنا بالصلاة، حامي صلواته وجاي كمان يشاركنا بالصلاة وبالمسيرة، وكمان قسم من الجروب يحوه بلبنان عم يشاركنا بالصلاة من عنايا، يعني عم بيصير في عنا يونيون دو بريير من عنايا لموريال. وكمان في شغلة، اليوم بدنا نقدم مسيرتنا لكل الناس اللي مضيعين الطريق. انت يا مار شربل كنت دايما تقول ليش الناس نازل نزول ودرب السما طلوع. يا مار شربل نحن عايشين بعتمة كبيرة، كتير منا ضايع، كتير منا الكبرياء عم بيقتلوا، كتير منا ملتهي بأمور هالحياة وناسين انه خلاص نفسنا هو اهم شيء. نطلب منك بمسيرة اليوم منقدمها كلها تخلصنا من هالعتمة وترجع تضوي سراج الزيت. امين امين امين. وكمان بنقول له بونجور لنمر، اهلا وسهلا فيك بيتنا ورايتنا بيتنا. الله يخلي لي اياكم، ان شاء الله بتكتروا اكثر واكثر. يلا شو بدكم ترتلوا؟ يا غافي وعيونك، يلا يا غافي وعيونك عينينا نور، سهرنا عشفورك حبة البخور، الغافي وحق لي مسبحك البيت، بحنيت السبلي ركعت وصليت. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا، يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شرب لحمينا حمينا. بيتوخ قالو هو عيلات وقدم بمديلو خسادات، ملكوش ما يونو حاسو لي خلدا احتيتلو، ملكوش ما يونو حاسو لي خلدا احتيتلو. صلوا علي ميتو المران الله معكم أحبائي، وأهلا وسهلا فيكم بقداسنا المعتاد كل 22 من الشهر. مناسبات كتير بتجمعنا،
كل 22 هي مناسبة حتى نوضع بين إيدين الرب صلواتنا بشفاعة القديس شربل لكلنا، لبعضنا، لمرضانا، للي متألمين يلي هن رازحين تحت أثقال كبيرة. فإذا نوضع مرضانا ونذكرهم بصلاتنا. وهالشهر هو شهر قلب يسوع المقدس، ويسوع وشربل عيش بقلب يسوع واختزى منه. نحن أيضا بلقائنا رح نكون بشراكة مع كل المسيحيين اللبنانيين والمسيحيين بالعالم يلي هن مجتمعين بفاطمة حتى يحتفلوا 100 سنة لإعلان ظهورات القديسة فاطمة. نحن كمان فإذا رح نكون بالصلاة بحية مثل ما لاحظتوا جوقة روم رومو، هي جوقة الشباب يلي بترتل بالسرياني احتفالنا. فإذا رح يكون أكتريته ترتيل سريانية، هيك لو إنه ما فهمنا بعتقد إذا بتسمحوا إنه يحملوكم بصلاتهم وبصلواتهم وبألحينهم. بتأهل فإذا فيكم جميعا بشكل خاص، بحب أتأهل بكل يلي عم بيشاركوا بالمسيرة من لافال لديرنا. بتأهل كمان بشكل خاص بأبونا جوزيف سمعين. أبونا جوزيف سمعين هو راهب بدير مشموشي بجزين، بس رح يحكينا يمكن عيش اختبار رائع كمان ببلجيكا بدير أخذته الرهبنة وصار دير مار شربل، وهالإشعاع الرائع لمار شربل بهالدير. أفكار كثيرة منحطها كلها بين إيدين الرب. أفو توتي توس كي بارلي لو فرونسي كي فيني بتاتخ دي مونريال إدايور سوية لي بيانفينو. Comme vous l'avez lu, plusieurs occasions nous réunissent aujourd'hui. C'est la messe du 22 où nous déposons entre les mains du Seigneur, par l'intercession de Saint Charbel, nos prières pour nous-mêmes, pour ceux et celles qui souffrent. C'est aussi le mois consacré au cœur de Jésus et nous serons en communion avec les pèlerins de Fatima. C'est une messe d'action de grâce pour Tatiana, un bébé d'un mois et que par l'intervention de Saint Charbel, elle est en vie et nous sommes heureux de l'accueillir. Je l'ai accueillie, elle est là quelque part. Donc c'est une messe d'action de grâce en plus à Saint Charbel. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيا في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا شفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. لك المجد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. تشبحت لأنه أمر أمي وعلى برخمور لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا للشركة في قداسته، وللابن الحبيب الذي يسبو علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته، وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن. برخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت الأب شربل ليقتفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك،
فعلى مثالك توحد في الكف لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعتي على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجها مشرقا وقلبا نقيا، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. يطلي تطعين للمشروع Seigneur, avec cet encens, accueille nos prières. Et comme la vie de Saint Charbel t'a plu à travers son amour et son désir de toi, confère, Seigneur, sur nous tes grâces et tes dons. Inspire-nous de t'aimer un amour si grand qu'il soit digne de ton nom, celui que tu nous as donné de porter en tant que chrétiens. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Charbel, maintenant et demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Kadishat aloho, kadishat hail tono, kadishat lomo yuto, etera. Kadishat aloho, kadishat hail tono, kadishat lomo yuto, kadishat aloho, kadishat hail tono, kadishat lomo yuto. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونسخيا إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. سبحي الرب عني وافرحي بالقديسين، امدحيه وغني عند الرب مرضي،
للمسيح الغفور نحن نشهد التقديس يمينا درب النور فيك شربين القديس. فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيدي. فليبارك الرب هذه القارعه وهذا المزار وزائريه وأبناء الجالية وأبناء هذه البلدة والمدينة إلى الأبد. آمين. يا أخوتي، قال استيفانوس: حسد الآباء الأولون يوسف فباعوه إلى مصر، وكان الله معه فأنقذه من جميع مضايقيه وأتاه خطوة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فأقامه فرعون واليا على مصر وعلى كل بيته، وحدثت مجاعة وضيق شديد في كل مصر وبلاد كنعان، فلم يعد آباؤنا يجدون قوتاً، وسمع يعقوب أن في مصر قمحاً فأرسل إليها آباءنا مرة أولى، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته، وظهر لفرعون أصل يوسف، ثم أرسل يوسف فاستدعى آباءه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 نفساً، فنزل يعقوب إلى مصر وفيها مات هو وآباؤنا، ثم نقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي كان إبراهيم قد اشتراه بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم، والتسبيح لله دائماً. هللويا هللويا. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب، نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. ارحمنا يا رب. بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون، أما العالم فسيفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح. المرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها حانت، ولكنها متى ولدت الطفل لا تعود تذكر ضيقها، لفرحها أن إنساناً ولد في العالم. فأنتم الآن أيضاً تحزنون، إنما سأعود فأراكم وتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لن تسألوني شيئاً. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي
يعطيكم إياه. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئاً، أطلبوا وتنالوا فيكتمل فرحكم حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والمجد، من أجلك نبي الحيلة. للمسيح يسوع التسبيح والمجد. أبتي الرئيس، إخوتي وأخواتي بالرب يسوع، اليوم عم نتلاقى سوا، عم نجتمع لنتأمل، لنصلي، نتشفع بقديس لبناني، قديس تحدى كل الصعوبات، تحدى كل الضيقات، وصار اسمه معروف بكل العالم. سمعنا اليوم النص إنجيل يوحنا عم بيحكي عن المخاض، عم بيحكي عن المرأة بدها تولد إنسان، تعطي حياة، تعطي نعمة جديدة، إنسان جديد، ولادة جديدة. نحن بزمن، زمن العنصرة، زمن حلول الروح القدس، زمن تجديد وتذكر المعمودية. كل إنسان مسيحي هو معمد ممسوح بالزيت المقدس والميرون. كل إنسان منا خلع الإنسان العتيق، شال عنه الثوب القديم، ولبس إنسان جديد بالمعمودية. هالإنسان الجديد اللي عم يولد من امرأة بالمخاض بيذكرنا بمخاض مار شربل على الأرض. مار شربل قدي كان إنسان عم بيتحدى الألام، عم بيتحدى التجارب، بس كان تحديه بصمت. ولا مرة شفنا مار شربل حكي، كلنا منحكي عن مار شربل، قال شربل عمل هيك ومار شربل عمل هيك، بس ولا مرة شفنا إنه كتاب كتبه مار شربل أو شيء مؤلفة ألفها مار شربل وقت كان على الأرض. مار شربل وقت كان على الأرض يمكن ما حدا كان سامع فيه، كان ولاد ضيعته ببقى كفرة يبلشوا يعيطوا له هالأبونا القديس، بس ما كان حدا بالعالم مثل ما هلا بيعرفوا له مار شربل. مار شربل مثل كل واحد منا خلق ببيت مسيحي ملتزم، بيشاركوا بالقداس كل نهار أحد، كل نهار عيد، كل ما بتصير في مناسبة بيكون من الأوائل بالكنيسة. كمان هالإنسان اللي اسمه شربل ترك العالم، ترك الإنسان العتيق، شلح الثوب القديم ولبس ثوب الرهبنة ولبس ثوب جديد، وفات على الدير ونقى إنه يكمل مشواره مع ربه بالرهبنة. قبل ما يطلع على المحبسة مار شربل عاش بالدير مار شربل بين إخوته، حب إخوته، خدم الرعاية المجاورة للدير، كان عم بيصلي، بيقدس، بيزوج، بيكلل، بيعمد، كان عم بيقوم بكل واجباته الكهنوتية بمحبة. ولأنه كان يحب خيه الراهب، لأنه كان يحب خيه الإنسان وعاش إنسانيته بمحبة، سمح له أنه ينتقل إلى المحبسة حتى يتوج حياته، حتى يكمل حياته، حتى ينهي مشواره بالقداسة مع ربنا. فإذن ما ممكن حدا منا يوصل لربنا من دون ما يمرق بمحبة خيو الإنسان، لأنه مربولوس قالنا إنه أنا إذا بحب ربنا وما بحب خي الإنسان بتكون محبتي فارغة، بتكون كطبل عم بتطن بيعمل صوت بس ما لا نتيجة. مر شربل هالإنسان اللي عاش بالمحبسة صوم دايم، شغل وتعب، كان ينام على خشبة، كان إنسان انتزع من العالم، طلع من العالم كرمال العالم، فل
من الحياة اليومية العادية وطلع على المحبسة ليصلي للعالم مش ليهرب من العالم. مارشال بيل ما طلع على المحبسة هروبا من العالم بل محبة بخيو الإنسان ومحبة بالعالم حتى يرفع هالإنسان معه صوب الله. فإذا قداسه لمارشال بيل هي محبته لألنا وهي صلاته لألنا. من بعد موت مارشال بيل بلشنا نسمع بالقديس شربل، بلشنا نكتشف هالإنسان اللي عاش بصمت، اللي عاش بعزلة عن الحياة، طلع على جبل عناية وحول عناية من ضيعة ما حداش سامع فيها لمزار عالمي. مارشال بيل صار بكل العالم، ما حدا بقى بحاجة أنه نجي ونشرع عن مارشال بيل ونحكي عن مارشال بيل، لأنه مارشال بيل حكي عن حاله بأعجيبه بحياته كانت مليئة قداسي. بال2010 طلب منا بالرهبنة أنه نتوجه إلى بلجيكا، وكانت عناية إلهية طبعاً، وكان أكيد مارشال بيل قرر أنه بهالتاريخ بهالسنة يكون في صار ولادة جديدة بضيع ببلد أوروبي ببلد بلجيكا. كان في دير لرهبنة اسمه بريمونتري، وقرروا هالرهبان أنه يتركوا الدير. كان كل دير أو كل كنيسة تترك ببلجيكا كانت الدولة تاخدها وتحولها لمكتبة لمطعم لنادي ليلة. فإذا منروح منزور منشوف ثلاث أرباع الكنائس والأديرة تحولت لمكاتب عامة أو لنوادي ليلية أو إلى مطاعم أو لما هنالك. كان الدار اللي أخذناه نحن كان متجه نحو هذا الاتجاه، ولكن شاءت العناية الإلهية أنه المطران ببلجيكا زار لبنان والتقى بالرئيس العام كان أنا زاك أباتي الياس خليفة، وقرروا أنه تتوجه الرهبنة اللبنانية المارونية وتستلم الدير. بال2010 كنا بدير بلجيكا اسمه الدير الدم المقدس، كان فيه صاير فيه عجيبة للدم المقدس، وكان فيه إربان متروك على المذبح، وجا الأبونا تاني يوم ولقى أنه هالدم هالإربانة نزل منها دم، وعمل تحاليل وتبين أنه هيدا دم مقدس دم سيدنا يسوع المسيح. ولكن هذا الدير مثل ما خبرناكم أنه الرهبان كانوا تاركين هالدير وفلين، وكانت الأجر جدا خفيفة عليه وما بقى في حتى حدا عم بيزور هالدير. وصلنا على الدير وسمينا الدير مارشال بيل، واخدنا معنا من لبنان تخيرة هي عظمة من مارشال بيل وحطيناها بالدير وسمينا الدير بمارشال بيل وسجلناه بالدولة مونستير سان شربل. وبلشت معنا المشوار بحياتنا مع مارشال بيل. هلأ إذا متروحوا على بلجيكا ما بقى فينا نفوت على الدير من كثرة الناس، مش كل يوم في عجيبة بس صار في عجيبة كثيرة إذا ما نقعد نحكي عنها بالتفصيل ما الوقت بكفي أنه نحكي عن مارشال بيل. بس مارشال بيل حول الدير من مكان ميت إلى مكان مليء بالحياة، مليء بالضجيج، مليء بالناس، وكل هالناس جاية لتشوف مين هو مارشال بيل. وفي ناس كتير شافت مارشال بيل من دون ما تعرفه، ناس أجانب، ناس أفريقية، ناس بلجيكية، يشوفوا مارشال بيل بمنامهم ويقلن توجهوا، نحن المنطقة اسمها بواسنيور إيزاك، توجهوا على بواسنيور إيزاك وفوق بتشوفوني. وكنا بالكنيسة الكبيرة تبع الدير كان في صورة بس لمارشال بيل، نحن كنا عاملين مزار مثل هون كمان مزار حد الكنيسة خاص بمارشال بيل، كانوا بس يفوتوا على الكنيسة يقعدوا ينبشوا، نسألهم شو في لوننا عم ننبش على إنسان دقنه بيضة لابس عباية سودة عم هو إجا قالنا طاول عنه، نفوتهم على المزار ويقعوا بالأرض وبلشوا يبكوا ويقولوا هذا هو اللي شفناه. ويكون في يا إنسانة كانت كونسيروز وعلى شفير الموت ويشفيها مارشال بيل. في ناس كتير ما كانوا يجيون ولاد وندروا لمارشال بيل، وبتذكر في واحدة لبنانية اسمها ندى اجاها توم وسميت واحد منهم شربل. عجيب كتيرة، ومنحس انه مارشال بيل كان عايش معنا بالدير، يعني ولا ممكن كنا نطلب شيء او نعوز شيء الا ما يكون مارشال بيل حاضر بيناتنا. كنا مرة كان عنا جروب جاي من فرنسا، كانوا 80 شاب وصبية جايين يقضوا ويك اند مع مارشال بيل. تنقطع الماي
بتتعطل الترومبة تبع البير، عنا بير ارتوازي بالدير، بتتعطل الترومبة وما بقى في ماي بالدير. فالرئيس بفوت بيصلي لمر شربل بياخد ماي وبيقول له مشي الترومبة يومين، ومنرش ماي مصلاية من عند مر شربل على الترومبة. وإذ إنه تمشي الترومبة وبتوقف الترومبة بس يفل آخر إنسان من الدير، بس يفل آخر واحد من الجروب بترجع بتوقف الترومبة، ونرجع أكيد منجيبه منعمل له صيانة. فإذا مرشربل كان حاضر بيناتنا ما كنا نطلب طلب إلا ما يكون مرشربل حاضر بيناتنا، كأنه واحد منا، كأنه راهب بهالدير. ومرشربل قرر إنه يكون بال2010 ببلجيكا، لأنه كانت كلنا منعرف ببلد أوروبي كان واصل إنه للعلمانية، كان في كتير ناس أتي ما بطلوا يؤمنوا بشيء اسمه الله، بطلوا يؤمنوا بشيء اسمه يسوع المسيح. فمر شربل عم بيعمل العجيب ببلجيكا ليرد العالم لربنا. فإذا هدف مر شربل هو الله، نحن منعبد الله مش مر شربل. مر شربل هو وسيلة، هو شفيع لدى لنا لنوصل لعند ربنا. مر شربل عم بيخلي هالناس تتوجه نحو ربنا. أنا كإنسان مسيحي شو بتعلم من مر شربل؟ شربل شو بده مني؟ أنا كإنسان مسيحي عم شارك كل نهار أحد بالقداس، كل نهار 22 عم بيجي بزوره لمر شربل وبطلب منه شفي لي ابني، شفي لي بنتي، ساعدني بهالشغلة. بس أنا شو مطلوب مني؟ شو بده منا مر شربل؟ أو ربنا شو بده مني؟ بدي بس يسمع لي، وإذا ما سمع لي بلحد، بترك ربنا، بترك مسيحيتي لأنه ربنا ما سمع لي. إخوتي الأحبة، نحن مطلوب منا كتير. مر شربل وصل على القداسة، دوري أنا وصل على القداسة. مشوار القداسة متعدد، شفنا مر شربل تنسك بالمحبسة، شفنا الحردينة كان مدبر بالرهبنة، بالحياة كان اليومية، رفقة أخذت مشوار الألم، مشوار الوجع، الأخ ستفان أخذ مشوار الأرض، الزراعة. أنا أي مشوار بدي أخذ؟ أي طريق بدي أخذ نحو القداسة؟ أنا إنسان راهب، ترهبت، نقيت طريقي. أنا إنسان أو إنسان متزوج أو متزوجة، نقيت طريقي بالألم، بالمخاض، عم بعطي حياة لطفل جديد، لإنسان جديد، لتربية جديدة. فإذا كل واحد منا عنده دعوة، كل واحد منا عنده مشوار مع ربنا بواسطة مر شربل، بواسطة الحرديني، بواسطة رفقة. فإذا كل واحد منا عنده دعوة، كل واحد منا لازم يكتشف دعوته مثل ما مر شربل اكتشف دعوته. وأنا بكتشف دعوتي من خلال كلمة الله، من خلال الإنجيل، بنشوف ربنا شو بده مني، ربنا شو طالب مني. كل واحد منا إخوتي الأحبة يتأمل الجواب، كل واحد منا هو بيعطي الجواب للأسئلة، كل واحد منا بيكتشف دعوته. يمكن عم بيقرب الإنجيل يكتشف ربنا شو بده منه، عم بيعترف عم بيحكي مع إنسان، ربنا بيجاوبنا بطرق مختلفة. أنا علي افتح قلبي، افتح عقلي لنعمة ربنا، ونعمة ربنا ما بتعرف كيف تجي ولو من وين بتجي. آمين. نؤمن بإله واحد.
محادي طليوت وينو بسوغو الطيب وتوخعو للبيت وخوسغو دبايك لوت كوتشو يحكو صلوا علي ميت المراد قالوا رابين قربونهم اترحم عليهم واسقطوا هللويا قال الرب إنني اللهم لقد أتينا من منازلنا من أعمالنا من بيوتنا ومن مختلف هذه البلاد أتينا كهذا الخبز وهذا الخمر فكما كان هذا الخبز سنبلا منتشرا في السهول فجمعت أجزاؤه ليصير خبزا وكما كان هذا الخمر عنبا مزروعا في السهول والجبال فعصر لكي يصير خمرا هكذا نحن يا رب هنا نقدم لك ذواتنا نقدم لك عيالنا نقدم لك مرضانا بشفاعة أمك مريم العذراء والقديس شربل أعطنا يا رب خبز وحيدك كي نتقاسمه مع بعضنا البعض بفرح ومحبة سلمنا كأس دمه كي نشربها معا كأس شكران وبركة واجمعنا في محبتك إلى الأبد آمين هللويا Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. السلام لك يا مذبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك السلام لك يا أبت الكاهن السلام لكم يا خدمة الروح القدس ويا إخوتي الأحباء
بارخ مور فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والصارفين ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. شودي لمعبد حي نساب اللحم بدا وقديش اوتو بارخ قديش وكسويا بالتلميدا وكدمار ساب اخول من كل خون هونو دنيتا فغرو دحلو فيكون وحلف ساقية متكسي ومتيهب حسو يضحو بي والحي دلعولم علمي. هخانو عالكوس ودمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميدا وكدمار سابشتاو منه كل خون هونو دنيتاو مودي للدياتك احداتو دحلو فيكون وحلف ساقيم متشد ومتيهب حسو يضحو بي والحي دلعولم علمي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني.
فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجاز بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع هنا لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. Seigneur, en ce moment de l'Eucharistie, nous voulons te confier l'Église universelle et plus particulièrement les églises persécutées à cause de leur foi. Nous pensons aussi aux responsables, le pape François, notre patriarche et tous les patriarches, évêques et responsables de nos communautés, afin qu'ils puissent être toujours témoins du ressuscité. Nous te le demandons par l'intercession de Jésus qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. في كل شهر تتهافت الجماهير إلى عنايا وإلى ديرنا طلبا لنعمة أو شكرا عليها. ليكن لقاؤنا الشهري مع القديس شربل شفاء للمرضى. وليد، أنطوان حبيقة، مارون رزق، فاديا، أنطوان، إلودي، باسكال مارون، أليسيو، بولين بودوان، ويليام ساكا، لارا سفير، باتريسيا، جو، جومانا، كارول، ماريو، جورج حمصي، وكل الذين طلبوا أن أذكرهم على صفحة الفيسبوك، ونوايا من شاركوا في المسيرة من لافال إلى ديرنا. نذكر أيضاً أحباءنا المرضى بصمت. Dans le silence de notre cœur, nommons nos bien-aimés souffrants ou malades.
ليكن لقاؤنا أيضا مع القديس شربل شجاعة للمتعبين، للرازحين تحت أحمال ثقيلة، قوة للمضطهدين من أجل إيمانهم ولضحايا الإرهاب. لتكن صلاتنا أيضا لراحة الموتى، ونخص بالذكر أرمان بودوان وجورج باسي وموتانا جميعهم الذين نذكرهم بصمت. نسألك يا رب. Seigneur, l'année pastorale et scolaire se termine. Nous te prions pour les bénévoles de nos églises, pour les enfants, les jeunes, leurs parents et leurs enseignants. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils reçoivent le centuple de leur effort et qu'ils osent redire « oui » pour Dieu et avec Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, l'été est présent. Nous te confions celles, ceux et celles qui voyageront pendant les semaines prochaines, afin qu'ils se déplacent avec prudence et reviennent ressourcés auprès de toi et des rencontres fraternelles, reposés et pleins de disponibilité pour servir Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre monde, et plus particulièrement nos pays d'origine. Depuis toujours, la fraternité est un don et un défi, mais tant de puissance sont un obstacle à la paix. Que le cœur des hommes et des femmes de notre temps soit transformé par ton amour et puisse vivre dans l'ouverture, l'accueil et la solidarité. Seigneur, nous te prions. تقبل يا رب صلوات رفعناها إليك من أجلنا، من أجل موتانا، من أجل مرضانا. تقبل يا رب موتانا، سامحنا واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. Kifu
قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته الى يا Unis par l'Esprit Saint, reprenons la prière qui fait de nous toutes et tous des frères et des sœurs, des fils et des filles d'un seul Père qui est au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les siècles des siècles. Amen. أجل أيها الرب محب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركات من الرب. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين تعطى بالكمال والنقاوة والقداسة. الأب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس. تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب أن تتقدس أجسادنا لجسدك القدوس وتتطهر نفوسنا لدمك المفروض وليكن لنا ربانا وفكرة الخطايا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Yeah.
شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ سيون 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 متل دعشي مخلد ترعي وبارخ لبنيك بجاويخ وصمت حوميك بشلومو وبشم نطحيتي سبعيخ شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون شبح أورشليم الموريو شبح المسيح قام رب الحياة قام رد لنا الأمان الحب والسلام شادر ملتي عالقرعو وبعجل روحي فت قومي يوهي بتلجو اخ عمرو وجليدي اخفت منبضى شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون أنت لنا يا ربي سر الهنا والحب امنحنا ملء القلب الحب والسلام مجليدو أخفيتي وقدو معريمانو مش كح لمكم شادر ملتي ومفاشر الهون مش بروحي ومداريون مايو شابع أورشليم الموريو شابع حياً أعطانا رد لنا الأمان الحب والسلام شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون محاوي ملتي بيعقوب موسى وفقدون وبيسرائيل لعبد هخنو الخولون عامي ودينا ولا حاوئينو شبح أورشليم الموريو شبح لالوهيخ صهيون
Chers frères et sœurs, avant la bénédiction et puis après le temps de méditation, je tiens à vous présenter quelques annonces en relation avec ce que nous vivons. Tout d'abord, un grand merci pour Rum Romo. C'est la première fois qu'ils chantent. Et ils ont chanté en syriaque araméen. Et c'est là, parmi eux, il y a des gens qui n'ont jamais chanté en église. Donc, un grand merci pour Rum Romo. Donc, c'est un cœur d'homme. بحب كمان مثل كل 22 الشهر اذكر انه في عنا حوالي 20 شخص قاعدين على يمين المسبح اجوا مشي من لافال من كنيسة مار يوسف للدير وطبعا بنهاية القداس من بعد البركة والزياح نتمنى منكم يلي رايحين على لافال يجي يمرق هيك اذا في عندكم مطارح بسياراتكم تاخذوهم معكم. فيني اسمح لحالي عيط لشربل شربل عطا الله اسكيليلا. شربل بوفي فينيغ سيل فوبلي ان انستون. صار لهم سنه بيعملوا رحله الحج من مار يوسف لهون. سنه. اوقات تحت التلج وقويت بالجليد وقويت بالشوب. اليوم حظهم حلو يعني كان طقس كتير منيح. فصلوا سنة شيف خيزيسوخ عم بيجوا مشي. بتمنى انه هالرحلة الحج نوسعها. كل واحد بتهمه انه يترافق معهم. نحن منلتقي الساعة واحدة قدام كنيسة مار يوسف بلافال. الأجواء رائعة. منصلي بيرتلوا بيضحكوا. يعني الأجواء كلها رائعة وهيك بيوصلوا هون بيحطوا بين إيدين الرب من خلال مرشربيل صلاتهم وكل يلي الناس عم بيطلبوا منهم يصلوا. بتمنى فإذا منكم مشاركتكم كل 22 الشهر كيف ما يكون الشمس تلج شتي طقس حلو أهلا وسهلا فيكم ساعة واحدة قدام كنيسة مار يوسف. بس لأنه هلأ نحن بتعرفوا هيدي الذكرى السنوية الأولى رح اسمح لحالي قدم لكل واحد منهم بس مش هياخذ الوقت هلا لكن هن موجودين قدم لكل واحد منهم بما انه نحن هلا بعيد قلب يسوع تمثال قلب يسوع رح اقدمه ما بعرف لمين بدي اقدمه بس فضلت اقدمه لشربيل وفيفينيغ شربيل ليش شربيل؟ تو سامبلومون لانه هي اول مره بيشارك وهيك حتى نشجع كل الشباب بيناتكم انه يشاركوا بيناتهم فاذا شربيل هيدا لك سي بور فو اي ابري فو بوفي ابري بروندر فو فو ستاتيو توت مي فيليسيتاسيون شربيل. Juste pour vous dire que le mois prochain 22 juillet, nous allons aussi faire la fête du 22 ici, dans notre église, tout en sachant que la fête de Saint-Charbel, c'est le 15-16 juillet. نهار السبت 15 juillet, Tammuz, ou l'Ahad 16 Tammuz. نتمنى مشاركتكم بهالقداس وهالاحتفالات اللي رح تصير مش بالدير انما رح تصير بارض مار شربيل بعتقد وصلح يوصلكم موجودين الافيش وين ما كان. نتمنى مشاركتكم نهار السبت مساء القديس رح يحتفل فيه رهبان الدير مع جوقه روم رومو ونهار الاحد رح يحتفل فيه سيدنا بول مروان تابت كمان بيحتفل فيه كمان جوقات الدير ماراناتا وجوقه مار انطونيوس. الله يبارككم وبذكركم انه نهار الاحد رح نصلي مع ابونا ميلاد التنوري. تعرفوا أبونا ميلاد يمكن أول من أطلق الـ 22 بديرنا وهو انتقل إلى جوار الرب فنهار الأحد الساعة 7 مساء سيدنا رح يكون موجود ورح نحتفل بجناز الأربعين
لا أبونا ميلاد ومع أبونا ميلاد، هيك كمان منصلي له هو بيصلي لنا. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أحبائي، مثل العيدة عندنا هلأ وقت تأمل. هالتأمل اللي بينتهي بزياح تطواف ذخائر مالشربل على المحمل، مثل العيدة رح نبرم أول برمة بقلب الكنيسة، بعدين بدعيكم نطلع كلنا سوا بتطواف على باحة الكنيسة، لأنه بتعرفوا من 22 أيار ل 22 حزيران صار في عنا رفيق نصب لمار شربل على قدام الكنيسة، هو ببارك كل الناس، ببارك هالمدينة، فمننهي قديسنا قدام نصب مار شربل قدام باحة الكنيسة. يا قديس البن عنا يا شربل صلي عنا، ضويت سراجك بالمي، ضوي العتم بموطنا، تلي والوادي أهلي وبلادي كلتنا منصلي لك يا شربل انت منا. ويا تلميذ الفادي بحبه زي
شرب الابن بلادي سكران بالله سمعته عم بلادي والبلادي إلا يا بلادي الحانوني بدي مثل تكوني يا بلادي الحانوني بدي مثل تكوني تكل المسكوني باسمك تتغنى أيها القديس شربل يا من اختارك الوحيد واصطفاك اشفع لنا لدى الله لكي يسمع طلباتنا اغرس أمانتك في قلوبنا ازرع حب الرب في قلوبنا واجعلنا ننمو في إيماننا قدس نفوسنا وأجسادنا نور عقولنا وضمائرنا ومن الشدائد والمحن خلصنا أنت العامل النشيط البسيط بارك جهد أيدينا واسكب الخيرات في بيوتنا الرب الذي أضاء يضيء دنيانا بإشعاع نوره الأزلي بارك عيالنا أعدد شيوخنا رافق شباننا وشاباتنا أحرس أطفالنا أطلب من الرب الذي أعطاك نعمة الشفاء أن يعطي القوة والملمين والشفاء للمرضى الرب الذي فتح لك باب السماء ليلة ميلاد ابنه على الأرض يتقبل موتانا ويريحهم في ملكوته السماوي نحن نثق بشفاعتك يا قديس لبنان ونؤمن بالذي كللك بالقداسة فكن رفيقنا على دروب حياتنا آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ton regard dans le doute, brûlé à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se Sacré-Cœur de Jésus, Seigneur Jésus, nous croyons en ton amour et nous mettons toute notre confiance en ton cœur miséricordieux. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance. Dans nos épreuves et nos souffrances, nous avons confiance en toi. Dans les dangers et les difficultés, nous avons confiance en toi. Dans le doute et l'angoisse, nous avons confiance en toi. Dans les échecs et les contretemps, nous avons confiance en toi. Chaque fois que notre prière semble ne pas être exaucée, nous avons confiance en toi. Au plus fort de la tentation, nous avons confiance en toi. Malgré nos péchés et nos mauvaises habitudes, nous avons confiance en toi. Dans la maladie et la souffrance, nous avons confiance en toi. À chaque instant de notre vie, nous avons confiance en toi.
Seigneur Jésus, tu nous aimes d'un amour infini. Tout ce que tu mets sur notre chemin est vraiment signe de ton amour. Nous ne nous appuyons pas sur notre force ou notre courage, mais justement parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, nous nous remettons à l'amour de ton cœur. Saint sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
سلك الروح على سبل البر العذاب اهدنا يا شرب نور حين تشتد الصعاب هزك الشوق لها بشفاعة القديس شربل فليباركنا الثالوث الأقدس ويبارك هذه المدينة ويبارك أهلنا وعيالنا وأحباءنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدوس آمين. فيكم تقربوا تتباركوا من خير مبشر بيل. نحن عم نرتب مع الجوقة من دير عناير شكرا.
يلي بعد ما تباركوا فيكم تيجوا تتباركوا